فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء؟ هل هي 7 مع تكبيرة الإحرام أم 6؟ الأولى 7 والثانية 6. نعم. ثم يقول حفظك الله: وفي خطبة الاستسقاء هل هي 1 أم 2؟ لا، 1، العيد هي اللي 2، أما الاستسقاء هي خطبة 1. نعم.